الوغ غادي نبدلو شي شويه د لافيشاج، لاننا متاكد بانك انت ديفلوبور وانا ديفلوبور وتنفكروا بنفس الفكره. شحال من واحد غادي تكون دابا عنده واحد لا غومارك ديال هاد نافبار ما تتبانش بانها نافبار لان نفس لا كولور. كانت عندك هاد لا غومارك قولها لي لتحت لا فيديو باش نعرف بان راه تنفكروا كلنا بنفس الفكر. دونك اول حاجه بدل شي شويه فهاد لا كولور ديال هاد نافبار. دونك غادي نمشيو كونترول بي، كونترول بي باش نقدر نافيغي ما بين لي فيشي بلا ما نبقى نحل السايد بار. وغادي نكتب هنايا لو نو ديال لو فيشي نافبار بلا ما تكمل نعطيك لا سوجيستيون نمشيو ديريكتومون فيغ لو فيشي اش تي ام ال. الوغ هنا هاد باك جراوند بيز 100 هي اللي عندها هاد لا كولور. دونك سوبوزون بغيت ندير دابا 300 دونك غادي تولي بلا كولور تقريبا نوار. مي لا بغيت ايفيكتيفمون لو نوار غادي نقول ليه باك جراوند بلاك غيتبدل غيولي بلاك. بغيتي دير شي كولور توتالمون ديفيرون وتستعمل نفس لي كولور اللي كنا شفنا في لي بوتون مثلا برايمري، الا قلت ليه برايمري غيعطي لا كولور هذا. الا قلنا ليه ايرور غيكون بالحمر، قلنا ليه وارنين غادي يكون بلورونج. عقلوا على هاد لي كلاس. الا قلت ليه اكسنت هادو سو سون دي كلاس ديال دايزي. الا قلت ليه نوترال هادو كلهم لي كلاس اللي كاينين في لي بوتون تيتابليكاو حتى على الباك جراوند بي جي يعني باك جراوند. مثلا الا درت ليه هنايا وارنين شوفوا معايا غادي تكون لا كولور اورانج اولا جون، ولكن ليكريتور ما غاديش تكون باينه مزيان. باش تكون مكتوبه مزيان غادي نجي هنا نقول ليه لو تيكست راه حنا خدينا اون كونسيديراسيون لو وارنين ولا ادابتي يكون فيزيبلمون باين. دابا غيتبدل غيولي بلو لو نوار. دونك فيما تختار هنايا باك جراوند اي اون كلاس بحال وارنين خد لو تيكست يكون يقدر يتماشى مع الوارنين. دونك غتقول لي تيكست وارنين كونتنت يعني ادابتي على حسب الباك جراوند اللي عندك. مثلا قلنا لي هنايا اكسنت خاصني نقول لي هنايا اكسنت باش يادابتي لو تيكست. فوالا متفقين؟ الا ما درتيش هاد لا كلاس لاحظوا معايا اش غادي يوقع. غادي يكون ما باينش مزيان، ما غاديش ياخذ اون كونسيديراسيون بان راه هاد لا كولور اللي كاينه من اغيير راه ما تيتماشاش مع هاد لا كولور ديال التكست. باش يتماشى معاه خاصك تقولها ليه. باش تقولها ليه تو سامبلومون نرجع نافبار اش تي ام ال تقول ليه تكست لو ميم لا ميم كلاس اللي هي اكسنت ونقول ليه ادابتي لو كونتنت. الوغ انا جو بريفير نستعمل النوترال هو اللي تيعجبني بزاف. دونك ثاني حاجه غادي ندير وهو هاد لا بارتين افيشي فيها مثلا هذا تكنيك اللي هي الهيرو. الى هبطتوا الهيرو غادي تلقاو هيرو على هذا الشكل تتكون في لا بروميير باج. مي انا غادي نستعملها بحال اللي قلتي لو تايتل او لا بارتي هيدر ديال لا باج. غادي نستعمل مثلا هذه اللي فيها لاغيير نوريكم البريفيو على هذا الشكل تكون اون ايماج اون اغيير تايتل باراغراف اي ان بوتون. نمشيو لاش تي ام ال ناخذوا هذا الكونتنت وغادي نديرو في لا بارتي تو دو مثلا هنايا. شوفوا معايا كي غادي تبان الانترفاس شاده لا باج كامله. المسؤول على هذا الشيء هو هاد لا كلاس مين هوريزونتال سكرين الا حيدتها ما غاديش ياخذ لا باج كامله. افيشي هنايا في الانتربولاسيون نوتر بروبريتي تايتل والباراغراف نقدو نبدلوها وهاد لو بوتون كذلك. دونك البوتون اللي غادي نستعمل هو لو بوتون نكتب هنايا اد يعني اجوتي اد نيو تو دو. الباراغراف نبدلوها حتى هي نكتبو فيها كيكو شوز اللي هو سينيفيكاتيف مثلا يور كومبليت جايد تو افكتيف انجلر تو دو ليست. وبالنسبه للتايتل حتى هو نبدلوه ونديرو هنا ماستر يور داي ونشوفو دابا لو ريزولتا. دونك هي الباراغراف ديالنا هي ولو بوتون هو هذا. وبالتالي هاد لابارتي ولا هاد فليكس غنحيدها. نرجعو دابا ل HTML ونحيدو هاد الفليكس مبقاش عندنا بها حتى شي غرض. ونقصو حتى هنايا نديرو مثلا غير 10 ديال مارجين توب
Voilà, donc l'interface est conviviale. C'est la couleur du bouton, mais je ne me pas similaire à le bouton de la création. On dirait neutral. Voilà, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.